السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب كيمياء السنة التحضيرية كاف 110، اليوم هنبدأ أول محاضرة لينا في محاضرتنا بتاعة جامعة الملك عبد العزيز كلية العلوم قسم الكيمياء. معاكم دكتور وليد. لازم تلاحظوا يا جماعة إن المحاضرات المسجلة على اليوتيوب لا تغني تماما عن حضورك في المحاضرات في الجامعة، إنما ده أداة مساعدة. لازم برضك تلاحظ إن في فيديوهات كتيرة في القناة، فتسهيلا عليك احنا عملنا حاجات زي بلاي ليست. في 3 بلاي ليست، واحده فيها ليكتشرز او المحاضرات، واحده فيها المسائل وحلول التست بانك، واحده عباره عن مراجعات سريعه. هنبدا النهارده اول محاضره لينا في محاضرات كيمياء 110. طبعا هي تنفع لطلبه الملك جامعه الملك عبد العزيز وطلاب السنوات التحضيريه لتشابه المنهج في الجامعات مع بعضها البعض. لو حضرتك عجبك الفيديو ما تدعمنا بلايك وبعد كده تعمل سبسكريبشن. نبتدي بقى معانا المنهج بتاعنا. الشابتر الاولاني ده مجرد مقدمه. بيشرح ايه في الشابتر الاولاني؟ اول حاجه بيحاول يعرف ما هي الكيمياء. بيقول ان الكيمياء هي التغيرات التي تحدث في المواد من حولنا. بعد كده بيقول لك ما هي الماده؟ الماده هو كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. معنى كده ان كل حاجه بتحصل حوالينا عباره عن تفاعلات كيميائيه. انا عندي تحفظ بسيط على الكلام ده. اول حاجه الماده هي كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. في حاجات حوالينا هناخدها في الشبات اللي بعد كده ما بتنطبقش عليها الكلمه دي، يعني في حاجات حوالينا مش مواد، اللي هي ايه؟ زي الطاقه بتاعت الضوء وهكذا. دي حاجات لسه هناخدها في الشبات اللي بعد كده. لكن اي حاجه لها كتله وتشغل حيز من الفراغ بنسميها ماده. التغيرات اللي بتحدث في الماده بتكون نوعين، في تغيرات فيزيائيه في تغيرات كيميائية. التغيرات الكيميائية بتختلف عن التغيرات الفيزيائية بإيه؟ بتكوين روابط وتكسير روابط. يبقى التعريف الأدق للكيمياء هو إيه؟ إن الكيمياء هي تفاعلات كيميائية بيحصل فيها تكسير وتكوين للروابط لأي مادة من المواد الموجودة حوالينا. طيب لو جينا نقسم بقى المادة الأنواع، المادة هتتقسم لإيه؟ المادة بتتقسم لنوعين أساسيين، Pure Substance و Mixtures. Pure Substance يعني إيه؟ يعني مادة مكونة من رمز كيميائي واحد، زي ايه؟ زي المية رمزها ايه؟ H2O. زي الذهب رمزه ايه؟ EU. زي الشجر رمزه ايه؟ مش مهم رمزه، المهم ان هو يكون رمز كيميائي واحد. ساعتها نقول على المادة دي مادة بيور. او ميكتشر ده معناه انها متكونة من اكتر من رمز كيميائي مع بعض. يعني ايه؟ زي الهواء، الهواء جواه رمزين كيميائيين، جواه اكسجين ونيتروجين. مش مهم انك تكون عارف ان الاكسجين رمزه O2 والنيتروجين رمزه N2، لكن مجرد انك تعرف ان في مادتين جوه او اكتر يبقى ده عباره عن خليط. يبقى لو في عندك اكتر من رمز كيميائي، اكتر من ماده كيميائيه مع بعض، يبقى ده يسمى خليط. طب المواد النقيه او الرموز الكيميائيه اللي هي الرمز الكيميائي الواحد البيور بتتقسم لايه؟ بتتقسم لنوعين، element وكومباوند. element يعني رمز كيميائي مكون من عنصر واحد من عناصر الجدول الدوري. كومباوند يعني مكون من أكتر من عنصر من عناصر الجدول الدوري. طب والميكتشر بيتقسم لإيه؟ لنوعين، هوموجينيوس وهيتروجينيوس، أو متجانس وغير متجانس. لو حبينا نجيب أمثلة على الحاجات دي، بس قبل ما نجيب أمثلة عليها بوريك أدي جدول الدوري للعناصر، والجدول ده جواه عناصر كتير جدا. تلاحظ إن في عناصر منها عبارة عن ميتالز، في نون ميتالز، في نوبل جازز. لسه هنتناقش في المواضيع دي بعد كده. لكن لو أنا جيت سألتك سؤال بسيط جدا ورحت قلت لك كده حاجه اسمها سي كابيتال او كابيتال وحاجه اسمها سي كابيتال او سمول، ايه الفرق بين الاثنين دول؟ سي كابيتال او كابيتال ده عباره عن رمز كيميائي للكربون مونوكسيد، ده عباره عن كومباوند. ليه؟ لانه مكون من عنصرين، من اثنين اليمنت، من عنصر الكربون وعنصر الاكسجين. اما الكوبالت اللي هو سي كابيتال او سمول فده عباره عن رمز العنصر واحد اللي هو ماده الكوبالت. يبقى لاحظ ايه بقى؟ لما يكون الرمز الكيميائي بتاعنا متكون من حرفين لازم يكون الحرف الاولاني كابيتال والتاني سمول عشان يفرق ما بين الكربون مونوكسيد وبين الكوبالت. يبقى اي رمز كيميائي فيه اكتر من عنصر بنخلي العنصر الحرف الاولاني كابيتال والتاني سمول. نكمل شرحنا. هنجيب بقى امثله على الحاجات اللي احنا قلناها ديت. فالاول نجيب مثال بسيط على المواد النقيه. لو انا قلت لك مثلا قطعه من الذهب،
قطعه من الذهب عيار. طبعا لو قلت ذهب بس ما قلتش عيار كام، يبقى انا اقصد الذهب النقي اللي هو عيار 24. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بيور سبستانت واليمنت. ليه؟ لان رمز الذهب AU، تمام. لكن لو قلت لك قطعه من الذهب عيار 21، ده معناه ان ده خليط. ليه؟ لان الذهب عيار 21 ده خليط من ذهب وحاجات تانية، تمام. بنسبه ايه؟ بنسبه 21 ل 24 ذهب و3 على 24 عناصر تانية. يبقى لو انت قلت لك مثلا على سبيل المثال قطعه من الذهب عيار 24، قلت قطعه من الذهب بس، يبقى انا قصدي الماده النقيه اللي هي بيور سبستانت اليمنت. لو جيت قلت لك ميه، ميه ده رمزها ايه؟ H2O. يبقى ده عباره عن كومباوند. ليه؟ لانه مكون من عنصرين، عنصر الهيدروجين وعنصر الاكسجين. لو جيت قلت لك ميه بحر، ميه بحر ده كده بقى خليط بردك متجانس. طيب يبقى لازم نفهم ايه الفرق بين الخليط المتجانس والخليط الغير متجانس. الخليط المتجانس هو الخليط اللي لما نشوفه نحس ان هو فيز واحد او شكل واحد، يعني الشكل بتاع حاجه قدامك مش منفصل عن بعضه، كله كانه حاجه واحده. اما الخليط الغير متجانس فتحس ان كل حاجه مفصوله عن بعضها البعض، طبعا على الماكرو سكيل او قدام عينينا. على سبيل المثال لو جبنا ميه وسكر ودوبناه في ميه، او ملح دوبناه في ميه، في الاخر انت شايف ميه، مش شايف ملح لوحده وسكر لوحده، مش شايف سكر لوحده وميه لوحدها، فساعتها بنسمي الناتج ده خليط متجانس. اما لو خلطت مثلا شويه براده حديد ورمل فده خليط غير متجانس، لان كل واحد فيهم منفصل عن التاني في شكل واضح عن بعضهم البعض. ده الفرق بين الخليط المتجانس والخليط الغير متجانس. نحب نوضح ده بقى في شكل امثله بسيطه. يبقى اللي احنا قلنا ايه؟ قلنا ان البيور سبستانت ممكن نجيب لها مثال لانها زي عنصر الذهب، والبيور سبستانت ممكن تكون بردك الميه. لو هي قلنا عليها ذهب فده اليمنتال لانه متكون من رمز كيميائي واحد، ولو هو ميه فده عباره عن عنصرين الاتش والاو، فده عباره عن كومباوند. قلنا ان الميكتشر ممكن تكون خليط غير متجانس زي مثلا اي حاجتين سهل فصلهم عن بعض، حتى لو كان مش سهل فصلهم ولكن انت شايفهم مع بعض ايه؟ الفيز بتاع واحد فيهم منفصل عن الفيز بتاع التاني، حاجات سودا وحاجات بيضاء. عارفين زي ايه بالظبط؟ زي يا جماعه الجرانيت، لما تكون مثلا عندك رخامه جرانيت كده تحس ان فيها ايه؟ فيها حتت حمراء وحتت بيضاء وحتت صفراء وحتت شفافه مفصولين مع بعض، كان هم مخلوطين مع بعض ومفصولين كل واحد لوحده، فده كده عباره عن هيتروجينيوس ميكتشر. زي بردك المثال المشهور بتاعها اللي هو البيتزا، ده عباره عن هيتروجينيوس ميكتشر. اللبن ده مثال للهوموجينيوس ميكتشر. ليه؟ لان برغم ان انت اللبن ده رموز كيميائيه كتير جدا، لكن انت في الاخر شايف ايه؟ شايف حاجه واحده، يبقى ده خليط متجانس. من امثله الخليط المتجانس بردك هي ايه؟ العصير والدم، تمام. طبعا المقصود بالعصير العصير اللي هو مطحون كويس، يعني شكله كانه حاجه واحده، تمام. طيب دي امثله يا جماعه عندنا للمركبات. زي ما شفنا ده اليمنت وده كومباوند، واللي تحت الميكشر ده هيتروجينيوس او هيتروجينيوس وهوموجينيوس. طيب الماده بتتقسم لكام حاله؟ كلنا عارفين ان الماده بتتقسم لحالات كتيره جدا، في حالات اكتر من 7 حالات، في البلازما، في الدارك ماتر، في الكوندنسد فيز. بس انا مش بسال على الحالات دي، انا بسال على ابسط حالات اللي هي حالات الماده الثلاثه تحت الظروف العاديه، درجه الحراره العاديه والضغط الجوي العادي بتاعنا، الثلاث حالات الاساسيه للماده. هنلاقي ان الماده ساعتها بتتقسم لثلاث حالات اساسيه اللي هم الغاز والليكويد والسوليد. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بين الثلاثه هو تباعد الجزيئات مع بعضها البعض. في الحاله الغازيه بتكون الجزيئات متباعده عن بعضها بشكل كبير، في الحاله السائله بيكون المسافات البينيه بين الجزيئات اقل، في الحالة الصلبة بيكون تقريبا مفيش مسافات بين الايه؟ بين الجزيئات، بين الذرات وبعضها البعض. طب ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان في الحالة الغازية الترابط بين الجزيئات ضعيف جدا، في الحالة السائلة الترابط بيكون اقوى، في الحالة الصلبة الترابط بيكون اكبر من الحالة السائلة. طيب ده بيأثر في ايه؟ بيأثر في ان الغاز بيكون ملوش شكل ثابت ولا ليه حجم ثابت. يعني لو جبت غاز حطيته في بالونة على شكل ميكي ماوس هيبقى شكله ميكي ماوس، هياخد شكل الحاجة اللي انت بتحطه فيها، ملوش شكل ثابت ولا ليه حجم ثابت. كبرت حجم البالونه هيكبر معاك، صغرتها هيصغر معاك، لان قوه الترابط بين الجزيئات ضعيفه جدا جدا جدا. لما قوه الترابط تبتدي تزيد شويه يحصل ايه؟ زي ما بيحصل في الحاله السائله، هتلاقي الشكل بقى ثابت لكن الحجم ما بقاش، سوري، الشكل بقى مش ثابت لكن الحجم بقى ثابت. يعني ايه؟ يعني السائل الحجم بتاعه ثابت. يعني ايه حجمه ثابت؟ يعني لو جبت سائل مهما تزود الضغط عليه هيفضل حجمه ثابت، لكن شكله بيتغير. يعني ايه شكله بيتغير؟ يعني لو حطيت الميه مثلا في كوبايه مدوره هتاخد شكل الكوبايه المدوره، حطيتها في شكل كوبايه مربعه هتاخد شكل الكوبايه المربعه، يبقى شكلها بيتغير ما فيهاش شكل، لكن حجمها ثابت، مهما الضغط زاد على السائل هيظل حجمه ثابت.
المادة الصلبة بقى حجمها ثابت وشكلها كمان ثابت، حجمها ثابت وشكلها ثابت. دي حالات المادة الثلاثة. حالات المادة ممكن تتحول المادة من حالة للتانية بسهولة بتغيير درجة الحرارة. على سبيل المثال المية اللي هي الـ H2O لها ثلاث حالات، بنشوفها في شكل ثلج، بنشوفها في شكل سائل، بنشوفها في شكل غاز أو بخار. ممكن تتحول من الحالة الصلبة اللي هي الثلج إلى الحالة السائلة بالتسخين، بنسمي الحكاية دي melting أو liquefaction، يعني الذوبان أو التسيل. المادة تتحول للحالة السائلة. وممكن لو زودنا درجة الحرارة كمان تتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية، وهنسمي الظاهرة دي evaporation أو تبخر. لو عملنا العكس وبردنا فالبخار ده هيرجع يحصل له إيه؟ condensation أو تكاثف. ولو بردنا السائل، السائل ده هيحصل له إيه؟ solidification أو freezing، يعني تجمد أو تصلب، ويتحول تاني للحالة الصلبة. إذا المادة تحولت من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة تسمى هذه الظاهرة السبليميشن. يبقى لو المادة تحولت من الصلب للغاز أو من الغاز للصلب من غير ما تمر بالحالة السائلة كحالة وسطية بتسمى هذه الظاهرة السبليميشن أو التسامي. من أمثلة السبليميشن أو التسامي اللي عندنا مادة اسمها دراي آيس. الدراي آيس ده عبارة عن ثاني أكسيد الكربون مضغوط، عبارة عن ثاني أكسيد الكربون مضغوط. فثاني أكسيد الكربون المضغوط دوت بيتحول من الشكل الصلب بتاعه اللي هو شبه التلج الى الشكل الغازي، ويبرد السيستم اللي حواليه. يعني مثلا لو انت عندك تورتة ايس كريم وعايز تحافظ عليها، بدل ما تحط فوقها تلج، التلج لما يسيح هينزل مية يبوظ التورتة، لا انت ممكن تحط فوقها دراي ايس. الدراي ايس هيسقعها، ولما يسخن شوية يحصل ايه بقى؟ مش هيسيح، هيتبخر ويتحول لغاز ويطير. فيبقى المادة اللي انت بتسقعها حافظت عليها وفي نفس الوقت ما بللتهاش. يبقى الدراي ايس بيستخدم في التبريد لما يكون من البلل اللي ممكن يتسبب فيه التلج بيضر بالماده. طبعا في حد في يوم من الايام سالني قال لي العود اللي احنا بنسخنه وبيطلع ريحه بيبقى عباره عن حاجه زي خشب كده وبنسخنها بتطلع ريحه، فبتتحول من ماده صلبه الى ماده غازيه، هل ده سبليميشن؟ قلت له لا طبعا. طب ليه لا طبعا؟ لان اللي حصل ده مش تغير في الحاله الفيزيائيه، ده تفاعل كيميائي. ده انت جايب خشب بتحرقه فبيتحترق زي اي ماده عضويه بيحصل لها احتراق، فبتتفاعل مع الاكسجين اللي في الهواء وتتحول لثاني اكسيد الكربون وميه. ده تفاعل كيميائي. اثناء التفاعل ده حاله الماده تحولت من حاله لحاله، لكن ده مش السبليميشن، ده تفاعل كيميائي. السبليميشن هو نفس الرمز. لاحظ ان التلج رمزه زي الميه زي البخار، هما الثلاثه رمزهم H2. الرمز الكيميائي ما اتغيرش، لكن هنا اللي اتغير هي الحاله الفيزيائيه بتاعه الماده. فاذا تغيرت الحاله الفيزيائيه للماده من الصلبه الى الغازيه تسمى تسامي. لكن لو حصل تفاعل وتغيرت الحاله ده ملوش علاقه بالتسامي خالص، ده مجرد تفاعل كيميائي بقى ما يهمناش قصته وملوش علاقه بالقصه الحاليه. نيجي لنقطه مهمه جدا، القياسات بصوره عامه وخاصه في الكيمياء. اي قياسات يا جماعه عشان تقيسها لازم تقيس الحاجه وتحط وراها وحده قياس. ما ينفعش تقيس الحاجه من غير ما تديني وحده القياس بتاعتها. واكتر وحدات القياس شهره هي الاس اي يونت او الوحدات الدوليه. لقوا ان في 7 وحدات اساسيه بنقيس بيهم كل حاجه في الدنيا، وممكن نعتمد عليهم في قياسات الحاجات بعد كده. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي احنا بنقيسها هي ايه؟ يا اما طول فيقاس بالمتر، والوحده الرمز بتاع المتر ده بنرمز له بام سمول، يا اما كتله ودي بتتقاس بالكيلو جرام والرمز بتاعها كي سمول جي سمول، يا اما تايم وده بيتقاس بالثانيه والرمز بتاعها اس، يا اما الكتريكال كارنت او تيار كهربائي وده بيتقاس بالامبير وده الوحده بتاعته ايه، يا إما temperature وده بيتقاس بالكلفن وده الرمز بتاعه كي كابيتال، يا إما amount of substance وده بيتقاس بالمول والوحدة بتاعته MOL الرمز بتاعها، يا إما luminescence intensity أو شدة الإضاءة وده بيتقاس بالقنديلة لأنها جاية من الكلمة العربية القنديلة من الكانديلا وده الرمز بتاعها CD. يبقى دول الوحدات الأساسية للقياس، دي بتسمى البيزك SI unit. لو انا جيت اقيس حاجه بقى ها وما لقيتهاش في الوحدات الاساسيه دي اعمل ايه؟ ساعتها اعمل حاجه اسمها وحده مشتقه معتمده على الوحدات الاساسيه. على سبيل المثال اذا جيت اقيس القوه، القوه بالوحدات الاساسيه مش موجوده، ولكن ممكن اشتقها وتبقى الناتج بتاعنا وحده اسمها ايه؟ وحده مشتقه. يبقى derived SI unit يعني وحده تبع الوحدات الاساسيه ولكنها مشتقه من الوحدات الاساسيه. طيب ما تعريف النيوتن؟ النيوتن هو القوة التي إذا ما أثرت على جسم كتلته 1 كيلو جرام أكسبته عجلة مقدارها 1 متر ثانية تربيع. يبقى ده معنى إيه؟ يبقى معنى أن الوحدة بتاعته هي كتلة، والكتلة بتتقاس بالكيلو جرام مضروبة في العجلة، والعجلة هي سرعة على زمن، يعني مسافة اللي هي بالمتر على زمن اللي بيتقاس بالثانية تربيع.
يبقى النيوتن وحداته رمزها N، ودي وحدة مشتقة من وحدات الدولية، يعني التفصيل بتاعها كيلو جرام في المتر على الثانية تربيع. في وحدة تانية وأمثلة كتير جدا للوحدات المشتقة، من ضمنها الباسكال، ده البريشر اللي بيتقاس بالباسكال، والبريشر ده هيتشرحه في شابتر الغازات، هو عبارة عن القوة على المساحة. يبقى هتجيب وحدة القوة اللي هي نيوتن تقسمها على المساحة، المساحة عبارة عن طول في عرض، يبقى متر في متر، يعني نيوتن على المتر تربيع. أو وحدة اسمها الطاقة، ودي بتتقاس بوحدة اسمها الجول، والرمز بتاعها الجي، ودي عبارة عن نيوتن في المتر. تقدر طبعا تشتق الوحدات دي، وتقدر تشتق اي وحده اذا عرفت القانون بتاعها. يعني مثلا لو اتكلمنا عن حاجه هنتكلم عليها في اخر خالص، هي الكثافه او السرعه. لو انت حبيت تجيب السرعه مثلا بالوحدات الدوليه، فالسرعه بالوحدات الدوليه بتتقاس بايه؟ السرعه هي المسافه على الزمن، يبقى وحده مسافه على وحده زمن. المسافه بتتقاس بيه يا جماعه؟ بالمتر، والزمن بالثانيه. تمام، يبقى الوحده الدوليه لقياس السرعه هي المتر لكل ثانيه. دي الوحدات الدوليه. لاحظ وانا بشرح الحاجات، وانا بشرح الوحدات الدوليه قلت ايه؟ قلت كيلو جرام. كيلو دي معناها ايه؟ كيلو ده عباره عن وحده. لا طبعا، امال كيلو ده عباره عن ايه؟ كيلو ده عباره عن قيمه عدديه تسمى بريفكس. يعني ايه بريفكس؟ بري يعني قبل، فيكس يعني يثبت. بريفكس حاجه بتثبت قبل الوحده، حاجه تثبت وتتحط قبل الوحده تديها قيمه عدديه. يعني كيلو جرام عبارة عن 1000 جرام، كيلو متر عبارة عن 1000 متر، كيلو بايت عبارة عن 1000 بايت. يبقى أنا لو جيت وسألتك وزنك كام وقلت لي 80 كيلو، يبقى أنت كده بتهزر. ليه؟ لأن معناها 80000، لأن يعني الكيلو لوحدها معناها 1000. إنما لما تقول لي وزنك لازم تقول وحدة، يبقى لازم تقول 80 كيلو جرام، لأن كيلو لوحدها معناها 1000، لأن كيلو جرام و1000 جرام، كيلو متر و1000 متر، كيلو بايت و1000 بايت. يبقى كلمة كيلو دي مش وحدة، لكن دي قيمة عددية. رمز كده في الحقيقة عبارة عن 10 أس 3. هو الكده مش الرمز الوحيد اللي عندنا، في بريفكسز تانية كتير قوي. في بريفكسز أكبر من الكيلو زي الميجا، دي ام كابيتال عبارة عن 1000، 1000 1000 اللي هي مليون أو 1000 كيلو، والجيجا اللي هي 1000 ميجا يعني عبارة عن 10 أس 9، والتيرا اللي هي 1000 جيجا دي عباره عن 10 اس 12. يبقى انت تلاحظ ايه؟ الوحدات بتزيد 3 3 3، يعني ده 3 اصفار، 6 اصفار، 9 اصفار، 12 صفر. ده الكيلو، ميجا، جيجا، تيرا، دي وحدات بتكبر. في وحدات تانية اصغر بتصغر زي الملي، ده 10 اس ناقص 3. مايكرو، المايكرو الرمز بتاعها ميو، لاحظ الرمز الغريب بتاعها ميو، دي ملي ام، خلي بالك ما تتلخبطش، الملي ام، انما المايكرو ميو. الملي ده 10 أس ناقص 3، المايكرو 10 أس ناقص 6، النانو 10 أس ناقص 9، البيكو 10 أس ناقص 12، وهكذا. طبعا في وحدات اكبر من كده وفي وحدات اصغر من كده زي الفيمتو سكند 10 أس ناقص 15، بس دي مش دي النقطة المهمة بالنسبة لنا، احنا خلينا في الوحدات المتاحة بالنسبة لنا. تلاحظ كل الوحدات يا بتزيد ثلاثات يا بتنقص ثلاثات، ما عدا وحدتين اثنين فيهم استثناء، وحدة اسمها الدي سي ودي عبارة عن 10 أس ناقص 1 يعني عشر، والسنتي ودي عبارة عن 1 على 100 أو 10 أس ناقص 2. لو جينا نتكلم بقى على إزاي أتعامل مع البريفكسز دي، فأنا قدامي حل من ثلاث حالات بيقابلوني دايما. يا مثلا عندي بريفكس وعايز أشيله، زي مثلا كيلو متر عايز أحوله المتر، يعني أنا عايز أشيل إيه؟ عايز أشيل البريفكس كي كيلو. إذا عايز تشيل البريفكس سهلة، هتروح للجدول تشوف قيمة البريفكس ده كام، الكيلو ده مكتوب قصاده كام؟ 1000، يبقى تشيل الكيلو وتحط 1000، يعني 1 كيلو متر بكم متر، شيل كلمة كيلو يبقى 1 في 1000 ب1000 متر. يبقى منتهى البساطة لما تيجي تشيل البريفكس هتحط قيمته من الجدول. طب العكس بقى، لو عايز أحول المتر لكيلو متر، يعني أنا عايز أضيف بريفكس من عندي، إذا أنت هتضيف بريفكس يعني أنت كده هتغير القيمة العددية. لو حطيت البريفكس ده أنت كده كأنك حطيت 1000 زيادة. تعمل إيه بقى؟ تضرب في عكس القيمة اللي في الجدول. يعني إيه؟ يعني القيمة اللي هنا عايز تحط لها انت بريفكس اللي هو كي، الكي اللي انت حطيته ده لوحده كأنك كده حطيت 1000، يبقى انت تحط ايه؟ ها؟ تقسم على 1000، تقسم على 1000، يعني تقسم على عكس القيمة، تقسم على القيمة اللي موجودة في الايه؟ في الجدول. لما تقسم على 1000 كأنك ضربت في ايه؟ في 10 أس ناقص 3. يبقى انا لما احول، لما بحب اضيف بريفكس بضرب في عكس القيمة اللي في الجدول. لو كانت قيمة الكيلو في الجدول 10 أس 3، أضرب في عكسها اللي هو 10 أس ناقص 3. يبقى أي بريفكس من دول عايز أضيفه من دماغي أعمل إيه؟
عايز اضيفه هو ما كانش موجود، هضيفه، يبقى تضرب في عكس القيمه، يعني بدل 10 اس 12 تضرب في 10 اس ناقص 12 الكيلو، تضرب في 10 اس ناقص 3 وهكذا. اي بريفكس عايز تضيفه ما كانش موجود هتضرب فيه عكس القيمه اللي موجوده في الجدول. عكسها يعني ايه؟ تعكس الاشاره. 10 اس ناقص 6 تبقى 10 اس 6. طب لو عايز احول من بريفكس لبريفكس اعمل ايه؟ بسيطه، اعملها على خطوتين، اشيل الكيلو، احول الكيلو متر لمتر، وبعدين احول المتر لمين؟ لنانو متر. اعملها على خطوتين. طب هل في طريقه تانية اعملها على خطوه واحده؟ اه طبعا ممكن. ازاي تعملها على خطوه واحده؟ ارجع كده تاني للجدول، بص كده على الكيلومتر فين والنانو متر فين، هتلاقي ان الكيلو موجود هنا ب 10 اس 3 والنانو موجود هنا ب 10 اس ناقص 9. الفرق بين الاثنين كام؟ دي 10 اس 3 ودي 10 اس ناقص 9. الفرق بين 3 وناقص 9 كام؟ 12. الفرق بين 3 وناقص 9 هو 12. يبقى الوحده دي والوحده الثانيه الفرق بينهم 10 اس 12. الفرق بين الوحده دي والوحده الثانيه هم 10 اس 12. لاحظ ايه؟ لاحظ ان الوحدات كده بتكبر والوحدات كده بتصغر، يعني الوحده دي اصغر ودي اكبر ودي اكبر ودي اكبر. يعني انت عايز تحول ايه؟ عايز تحول من الكيلومتر للنانومتر. الفرق بين الوحدتين 10 اس 12، والكيلومتر هي الوحده الاكبر والنانومتر هي الوحده الاصغر. الكيلومتر هي الوحده الاكبر والنانومتر هي الوحده الاصغر. لما انا احول من الوحده الاكبر للوحده الاصغر، لا، لما احول من الوحده الاكبر للوحده الاصغر اضرب في 10 اس 12. ليه؟ لان 1 كيلومتر ب 1000 ايه؟ ب 1000 متر. يعني لما احول من الوحده الاكبر للوحده الاصغر اضرب في 10 اس 12. طب لما احول من الوحده الاصغر للوحده الاكبر اعمل ايه؟ اقسم، او بمعنى صح اضرب في 10 اس ناقص 12. يبقى دي طريقه التحويل من بريفكس لبريفكس تاني مباشره. يبقى بنحول، عشان احول من بريفكس لبريفكس اعمل ايه يا جماعه؟ ها، عشان احول من بريفكس لبريفكس هبتدي اشوف الفرق بين الاثنين بريفكس ومين الكبير ومين الصغير، وانت هتحول من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير. امثله بقى، بيقول لك عايزك تحول 8.5 بيكوميتر لمتر، يبقى كده هنشيل كلمه بيكو ونحط قيمتها في الجدول. قيمتها ازاي؟ لازم تبقى حافظ بقى، ملي مايكرو نانو بيكو، يعني 3 6 9 12، فاهم قصدي؟ وهكذا، يعني ملي مايكرو نانو بيكو يبقى 3 6 ناقص 3 ناقص 6 ناقص 9 ناقص 12، يبقى ملي مايكرو نانو بيكو يبقى البيكو بكام يا جماعه؟ ناقص 12. تبقى تشيلها وتحط قيمتها اللي في الجدول. طب افرض عايز تعمل العكس، ها، عايز احول جرام لملي جرام، يعني انت عايز تضيف ملي، ملي في الجدول بكام؟ ملي 10 اس ناقص 3، يبقى انت هتضرب في ايه؟ عكس قيمتها عشان تضيف، اللي هي 10 اس 3، يبقى نضرب في 10 اس 3 عشان تضيف الملي جرام. بريفكس البريفكس منتهى البساطه، كيلو النانو، قلنا الكيلو ب 10 اس 3 والنانو ملي مايكرو نانو ناقص 9، الفرق بين الاثنين هو 12. عايز تحول من الكيلو متر اللي هي الكبيره للنانو متر اللي هي الصغيره، يبقى هتضرب في كام؟ هتضرب في 10 اس 12. يبقى الرقم اللي هيجي لك ده تضربه في 10 اس 12 يتحول من كيلو متر لنانو متر. خلي بالك من السؤال ده، How many seconds are in a microsecond؟ يعني بيقول لك في كام ثانية في المايكرو ثانية؟ يعني أنا عندي واحد مايكرو ثانية وعايز أحوله لثانية. يعني عندي واحد مايكرو ثانية اللي هو الصغير وعايز أحوله لثانية، يعني عايز أشيل كلمة مايكرو، يبقى المايكرو دي أحط بدلها قيمتها اللي في الجدول اللي هي 10 أس ناقص 6، يبقى واحد مايكرو سكند تساوي واحد مايكرو سكند، يبقى نشيل، ها، نشيل كلمة مايكرو ونحط بدلها قيمتها اللي هي 10 اس ناقص 6، يعني نشيل كلمه مايكرو ونحط قيمتها اللي هي 10 اس ناقص 6. Which of the following is the smallest distance؟ لما يجي يسالني مين في دول الاقصر؟ مين في دول الاكبر؟ بص، مش هقدر افهم مين الاكبر ومين الاصغر الا لما احولهم كلهم لنفس الايه؟ الوحده. يعني ده 21 متر، حلو، طيب، ده مش متر، يبقى تحول السنتيمتر لمتر. تحول السنتيمتر لمتر ازاي؟ ها؟ انت عارف ان كل 100 سنتيمتر بواحد متر، يبقى تحول السنتيمتر ايه؟ لمتر ازاي؟ ها، تقسم كل، يعني كل 100 سنتيمتر بمتر، يبقى انا عايز احولهم لمتر اعمل ايه يا جماعه؟ هقسم على 100، هقسم على 100. طيب عايز احول ملي متر لمتر، نفس القصه، انت عملت شيل بريفكس فهتعمل ايه؟ ها، تحط قيمته اللي في الجدول. السنتي والبريفكس ده قيمته كام؟ 10 اس ناقص 2. طب والملي البريفكس ده بكام؟ ها، 10 اس ناقص 3. طب البيكو البريفكس ده بكام؟ 10 اس ناقص 12. تحط القيم دي كلها وتعوض، القيمة الأصغر هتطلع لك دي، يبقى هو ده الاختيار الصح.
The diameter of an atom. Diameter يعني القطر. Radius يعني نص القطر. Diameter of an atom is approximately 1.1 multiplies by 10 to the power of minus 7 millimeter. What is the diameter in expressed in nanometer? يعني عايزك تحول المليمتر لنانومتر. نفس القصة يا جماعة. ملي 10 أس ناقص 3. ملي مايكرو نانو. نانو ده 10 أس ناقص كام؟ ملي مايكرو نانو. نانو يعني 10 أس ناقص 9. 3 من 9 الفرق كام؟ ها؟ 3 ناقص 3 ناقص 9 الفرق 6. يبقى أنا محتاج أضرب فيه 10 أس 6 أو أقسم في 10 أس ناقص 6. إذا كنت بحول بقى من الوحدة الكبيرة للصغيرة ولا من الصغيرة للكبيرة؟ طبعا بحول من الكبيرة للصغيرة لأن الملي فوق والنانو تحت والكبير فوق والصغير تحت. يبقى هضرب في 10 أس 6 تضرب 10 أس ناقص 7 في 10 أس 6 يبقى المجموع 10 أس ناقص 1. Which of these quantity represents the largest mass؟ نفس القصة يا جماعة، لازم تحول الحاجات دي كلها لإيه؟ للجرام. تحولها ازاي؟ شيل كل واحده من دول وحط قيمتها من الجدول ده 10 ناقص 2 ناقص 6 3 ناقص 3 تحطهم وتحسب كل القيم دي بيطلع لك الارقام تشوف مين القيمه الاكبر او مين القيمه الاصغر. كده احنا اتكلمنا عن الوحدات في الاس اي يونت. لما بنيجي نقيس في الوحدات حاجه مهمه جدا اسمها الحجم، بنقابلنا بعض الوحدات لقياس الحجم غير الوحدات المعتاده في الاس اي يونت. يعني الناس اتعودت تقيس الحجم بالوحدات غير الوحده المعتاده في الاس اي يونت. ايه الوحده المعتاده لقياس الحجم في الاس اي يونت؟ بما ان الطول بالمتر فالحجم هو عباره عن الطول في العرض في الارتفاع، فوحده الحجم لازم تكون متر تكعيب. تمام، لكن في ناس كتير جدا بتقيس الحجم مش بالمتر تكعيب، باللتر مثلا، حيث 1000 لتر يساوي 1 متر مكعب. طيب تعالوا كده نشوف بعض الاستنتاجات البسيطه جدا. لو انا قلت لك 1 دي سي متر بكام؟ هتقول لي ب 10 سنتيمتر. عرفناها ازاي دي يا جماعه؟ الدي سي 1 على 10 من المتر، والسنتي 1 على 100 من المتر. يبقى العلاقه بين الاثنين ايه؟ ان الواحد دي سي متر بيساوي 10 سنتيمتر، لان الدي سي متر الواحد هو عشر متر، والسنتيمتر الواحد هو 1 على 100 من المتر. طيب تعالى كعب المعادله ديت، يبقى 1 في 1 في 1 في 1، دي سي متر في دي سي متر في دي سي متر في دي سي متر تكعيب، 10 في 10 في 10 ب 1000، سنتي في سنتي في سنتي في سنتيمتر تكعيب. يبقى الواحد دي سي متر مكعب يساوي 1000 سنتيمتر مكعب. حلو، الواحد دي سي متر مكعب ده مكافئ لوحدة اللتر. يعني ايه؟ يعني انت لو شفت لتر او شفت دي سي متر مكعب دي كأنها نفس الكلمة، مش كأنها كلمتين مختلفتين. وبالتبعية الالف سنتيمتر مكعب يبقى هم ايه؟ هم اللتر. الالف سنتيمتر مكعب هم اللتر. يبقى الواحد سنتيمتر مكعب عبارة عن واحد ميلي لتر. يبقى فيه معلومتين اتقالوا مهمين دلوقتي. أول معلومة هي الدي سي متر المكعب هو اللتر، السنتيمتر المكعب هو الميلي لتر. وما إن السنتيمتر المكعب هو الميلي لتر، فالواحد لتر الواحد جواه ألف ميلي لتر أو ألف سنتيمتر إيه؟ مكعب. يبقى ملخص القصة دي يا جماعة هو إيه بقى؟ إن الواحد لتر جواه ألف ميلي لتر، أو الواحد ملي لتر هو في الحقيقة 10 أس ناقص 3 من اللتر، لأنك شلت البريفكس M حطيت قيمته اللي هي 10 أس ناقص 3، وإن الواحد ملي لتر كلمة ملي لتر هي كلمة سنتيمتر مكعب، كلمة ملي لتر هي كلمة سنتيمتر مكعب، كلمة لتر هي كلمة دي سي متر مكعب. ده ملخص الأولاني للمعادلات دي. الملخص الثاني هو إيه؟ هو كلمة بسيطة جدا، الواحد متر مكعب يساوي 1000 لتر. وما ان اللتر جواه 1000 سنتيمتر مكعب يبقى الواحد متر مكعب جواه 1000 سنتيمتر مكعب او مليون سنتيمتر مكعب. يبقى الواحد متر مكعب جواه 1000 لتر، واللتر جواه 1000 سنتيمتر مكعب، يبقى الواحد متر مكعب جواه مليون سنتيمتر مكعب. خلي بالك ان كلمه سنتيمتر مكعب هي كلمه ملي لتر، وان كلمه لتر هي كلمه دي سي متر مكعب. لما نيجي نتكلم عن الكثافه بنقول ان الكثافه هي الكتله على الحجم. يعني اذا قسنا الكتله وقسمناها على الحجم تطلع لك الكثافه. حلو قوي. هسالك سؤال بسيط، لو عندنا جرام من الحديد وجرام من القطن، تمام، فايهما اثقل؟ فايهما اثقل؟ الاثنين على فكره نفس الوزن، لان الاثنين نفس الكتله، ده جرام وده جرام، لكن الاختلاف بين الاثنين هيكون في ايه؟ في الكثافه. يعني الاثنين كتلتهم واحده، لكن واحد فيهم حجمه هيكون كبير وواحد فيهم حجمه هيكون صغير. القطن مثلا هيكون حجمه كبير بنفس الكتله فكثافته هتكون قليله، لكن الحديد هيكون حجمه صغير فكثافته هتكون كبيره. يبقى الكثافه هي نسبه يا جماعه، نسبه كتله على حجم.
وبنعبر عن الكلام ده بالقانون ده، بنقول ان الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، معناها ان الكتله بتساوي الكثافه في الحجم، معناها ان الحجم يساوي الكتله على الكثافه. لازم تكون عارف ازاي تحول التلات حالات لبعض. لاحظ ان وحده الكثافه بتساوي وحده الكتله على وحده الحجم. لو قست الكتله بالجرام والحجم بالملي لتر، الكثافه هتطلع بوحده ده على وحده ده، اللي هي جرام لكل ملي لتر. على سبيل المثال يقول لك a student reminds that pieces of a known material has a mass of كذا جرام and a volume of كذا. What is the density؟ اسم الكتلة على الحجم، والنتيجة بتاعتها هتكون بوحدة الكتلة على وحدة الحجم، يبقى النتيجة هتطلع بالجرام على السنتيمتر تكعيب. المثال الثاني كويس شوية، بيقول لك يبقى عندك قطعة من الفضة شكلها غير محدد. يعني ايه شكلها غير محدد؟ يعني انا عارف وزنها، وزنها 194.3 جرام، بس شكلها غير محدد، عاملة زي الطوبة كده. لو هي شكلها كان محدد كنت قست طولها وعرضها وارتفاعها وضربتهم في بعض فطلع لي الحجم، لكن هي شكلها مش محدد، مش ثابت، يعني حاجة كده عشوائية كده، شكلها عشوائي، عامل زي طوبة، شكل حلقي، تمام؟ فأنا مش عارف المعادلة اللي أحسب بيها حجمه، أعمل إيه؟ قال لك بمنتهى البساطة هتجيب جراديويتد سلندر، يعني مخبار مدرج، محتوي على شوية مية وليكن كمية مية وليكن 242 ملي، مش مهم حجمهم طبعا، وتضيف عليهم قطعة الفضة دي. قطعة الفضة دي نفترض انها مش هتتفاعل طبعا مع المية، فالحجم هيحصل ايه؟ الحجم الناتج هيكون مجموع الحجمين، فالحجم هيزيد. الحجم الجديد ناقص الحجم القديم هو حجم قطعة الايه؟ الفضة. يبقى حجم المية الجديد اللي هو 262 ناقص حجم المية القديم اللي هو 242 يطلع لك حجم ايه؟ حجم قطعة الفضة. يبقى انت كده قست حاجة حجمها غير محدد. لو قسمنا الوزن على الحجم يطلع علينا الكثافه، وبكده نقدر نقيس كثافه جزء مش معروف الشكل بتاعه. لازم تلاحظ في المساله انك تفهم المعطيات اللي عندك. هو اداكش الحجم، هو اداك الحجم بتاع الميه، وبعدين اداك الحجم بتاع الاثنين مع بعض. انت عايز حجم الفضه بس، فهتطرح الحجم الجديد ناقص الحجم القديم. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك اشترك في القناه وما تنساش تدعمونا بلايك، وهنكمل ان شاء الله بعد كده يا جماعه كل الفيديوهات بتاعتنا في المرات القادمه. ارجو لكم انكم تذاكروا، وان شاء الله ربنا يعينكم وتفيدكم الفيديوهات ديت وتزودكم في الدرجات ويكون سبيل لكم في التفوق باذن الله.